بين رفوف هالمكتبة كثير من القصص والروايات، بين صفحاتها عبر وأحداث وحكم خذت وقت كثير في إعادة صياغة أو كتابة. اليوم ببتعد عن الورق وبعرض لكم قصص بلسان أشخاص عاشوها، ولأن المهم عندي الحدث الصحيح، ضيوفي راح يكونون الأساس في اختيار الشخصيات والمحاور وعنوان الحدث نفسه. ما راح أبدي بكان يا مكان، لأن احنا فقط الوسيلة في حدث لي. السيد علي الفلاحي، مدرب نادي النجمة، دائما يكون طعم الفوز في أول بطولة ليه طعم ثانية. جهد وصبر، تحدي تحدي. نادي توبلي، وكان هني التحدي هو الأكبر، إن أنا بدون أي تجربة سابقة، إن أنا شلون أقدر إن أنا أخلق فريق قادر على المنافسة في مرحلة الوسط. وكان التحدي كبير، والحمد لله اللاعبين ساعدوني، ووصلت في مدة 5 سنوات إن أنا ارتقيت في الفريق من سلم الترتيب من متأخر، لما وصلت إلى السداسي وصلت إلى الرباعي. التحدي الأكبر كان عندي أنه مو في نوعية اللاعبين ولا في الأداء، في خلق ثقافة الفوز، ثقافة التحدي، ثقافة أني أنا أدش المباراة للفوز، ما عندي أي خيار ثاني. فالحمد لله أن خلال 5 سنوات استطعت أن أنا أخلق هذه الثقافة، ونوجدت عند اللاعبين، استطعت أن أنا أقارع يعني فرق كبيرة. التحدي يختلف بنوعه بين شخص وآخر. سيد علي الفلاحي اسم تكرر في كرة اليد البحرينية بشكل كبير. تحدي سيد علي الفلاحي مختلف عن كل التحديات، وهذا التحدي كان هو التحدي الأكبر. انتقل في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحدي الأكبر، انت تنتقل إلى فريق منافس، فريق عنده بطولات، أنجز بطولات، فريق بالنسبة حق بربار كرة اليد عندهم هي اللعبة الوحيدة اللي موجودة، فالكل يعشق هذه اللعبة. فبالتالي أنت بتروح إلى مجموعة من اللاعبين، مجموعة من اللاعبين يمثلون المنتخبات سواء في الفريق الأول أو في الفئات. نوعية اللاعبين تختلف عن نوعية لاعبين توبلي، الفوز عندهم موجود فيه ثقافة، فبالتالي التحدي كان يختلف. هني التحدي للوصول إلى المنصات، هناك التحدي لخلق فريق قادر على المنافسة. فلما جاءنا السيد، يعني بالرغم أن نادي باربار هو ممكن الأقل إمكانيات من الناحية المادية، بس في أمور ثانية تعوض هذه الأمور، والحمد لله كنت ويا فريق واحد شخص. بالنسبة لي أنا لما كنت مع السيد علي الفلاحي دائما أقول نحن كنا شخص واحد، يعني ما قط أن شعرت أن إحنا شخصين، دائما في تفاهم، ودائما في الشخص لما يشعر أنه إلى دور ينتج أكثر ويبدع أكثر. المباراة دي كانت بصراحة كانت متعبة جدا، كانت متعبة فنيا، متعبة بدنيا على اللاعبين، حتى على المدرب كانت، حتى علي أنا شخصيا كانت جدا متعبة، لأن فيها كانت خيارات فنية وشغل فني كبير. المباراة كانت قوية من الطرفين، رغم أن كانت الأفضلية لطول المباراة إلى الدقيقة 26-27 كانت الأفضلية للنجمة بحكم العناصر الموجودة والبدائل الموجودة عندهم. بس بعدين تغير السيناريو، كرتين خطأين، لأن هذه المباريات تعتمد على الأخطاء، كل ما قلت الأخطاء وتوقيت الأخطاء، فاستغلينا إحنا توقيت الخطأ اللي صار، استطاع أنه جعفر أنه يسجل هذا الجول، والجول يعني جول في آخر الثواني ليه طعم ثاني. عندنا احنا طموح، وعندنا عناصر منتخب، ممكن كانوا منتخب لاعبين سابقين يملكون الخبرة، بس واستطعنا ان احنا ندمجهم باللاعبين الشباب. وكانت المباراة
يعني تترجح في اوقات عند النجمه اوقات يعني انحسمت في النهايه، وكان يعني جول لابو عبد القادر جعفر عبد القادر جول تاريخي في اخر لحظات الثواني، كان يتناسب مع يعني الاجواء اللي كانت في الجمهور وكانت في المنافسة في المباراة وفي الأوقات الحاسمة، فكان للهدف طعم خاص وكان هي مباراة نهائية. كان هو التخطيط أن احنا نكون احنا من ضمن نكون موجودين في النهائي، وكان هذا الهدف أن نوصل للفريق للمرة الثانية أن نوصل إلى المباراة النهائية من خلال الجهد المبذول من الجهاز الفني وتعاون جميع الأطراف. الحمد لله احنا قدرنا، رغم أن التذبذب المستوى ما كان يعني المستوى كان متذبذب من بداية الدوري لما وصلنا إلى الدور الرباعي، لكن الحمد لله احنا في المباراة النهائية استطعنا أن احنا نفوز فيها. المباراة الثانية في النهائي مع النجمة ممكن كانت مباراة شوي أريح بالنسبة لنادي باربار من ناحية معطيات المباراة، وكان نفس الشيء نادي النجمة يملك نجوم وكانت في فوارق، يعني كان نحن في تفوق من ناحية التوفيق في ديك المباراة، كان الحارس عيسى كان مميز، وكانت بدايتنا للمباراة كانت جدا مميزة في بالنسبة إلى الحراسة بالنسبة للتخليص، فهذا أدى نحن في النهاية ارتحنا، وكان الجمهور يعني ممكن أقل توتر في هذه المباراة، وكان دائما مستمتع في أجواء المباراة لأنه كان دائما متقدم، والحمد لله توجنا في النهاية. كان الخيار أنه هنا ننتقل للنجمة على أساس أنه خيار خارجي وليس خيار داخلي، لأن في النهاية أن باربار هو لعبنا يعني نهائي الدوري ونهائي الكأس، فالخيارات اللي موجودة في النجمة كلاعبين كانت خيارات أكثر، نوعية اللاعبين كانت فيها خيارات عندك أكثر منها أنها تقدر تكون أنت تستعملها داخل الملعب في جميع المراكز. الحمد لله أن احنا توفقنا في الخمس مباريات وحققنا يعني وحققت الدوري اللي هو الدوري الثالث. يعني أنا اشتغلت يا مدربين، وحتى اشتغلت مساع مدرب يا المدرب التونسي يعني الله يذكره بالخير، يعني تشوفهم يشتغلون ويتعبون، لكن سيد علي قاعد انه يضاعف الجهد ماله، يعني حتى هذا ساعة اقول له بس سوك يعني تأثر على صحتك بعد، يعني مو شرط انك انت الا تبي يمشي سيدة ما له خلى 90-80% لا يبقى كل شيء 100%، يمكن هذا اللي يفرق بين مدرب لمدرب ثاني لو يا سيد علي بالذات. قبل لا يكون الاتفاق مع النادي اللي هو نادي النجمة كان عندي عرض له من نادي الشارقة، لكن بسبب ظروف العمل يعني ما قدرت ان انا اتوفق في هذا العرض. كل مدرب انه يطمح انه يحقق كل الكاس، وخاصة انه هالمره انه صار باسم سمو الشيخ خالد، فالكل كان يحاول انه يكون في سجله هذه البطوله، خاصة انها هي اول بطوله، فالحمد لله ان احنا اشتغلنا وكان لها طعم ثاني، طعم يعني طعم نهي انك تتحقق دوري وكاس تجمع الثنائيه، وهذه من زمان نادي النجمه ما حققها. على الثنائيه كان في جهد من المدرب وجهد من اللاعبين ومن الاداره، يعني الكل حط كل جهده في عشان نحقق هالبطوله، يعني كنا لو تلاحظوا المباراه انغلبنا من باربار كانوا الناس من برا يتكلمون علينا، الجمهور الناس ان الفريق ما بيوصل لابعد من حتى الثاني ما بياخذ، كان تعب يعني الله يعين اللاعبين، كان عليهم ضغط من كل مكان، ضغط في البيت، ضغط في النادي، ضغط في الشغل، وحتى هو كمدرب ان كنا كلنا مضغوطين، لكن بالاخير الحمد لله ان حققنا ثنائيه نفس ما قلت ان كنا لاعبين ومدربين الحين، يعني فرق واجد انك تحس انك روحك ان يمكن الفضل اكثر للاعبين ولا سيد علي، يعني ما نرفع يعني نهضم حقهم، لكن انت تكون جزء من الفريق بعد هذا واجد تحس انه شعور غير، انه شلون كنت لاعب تفرح والحين شلون لاعب انك مدرب انك تحاول تواصل اللي قاعد يصير. الحمد لله التحدي هو خلق فريق قوي قادر انه يلعب الموسم ككل. لما انا اقول الموسم ككل يعني ما اعتمد على مجموعه معينه، الكل يعرف
الفريق طول الموسم انت تصيدك اصابات، تصيدك ايقافات، تصيدك عقبات. فانا اللي انا اطمح من التحدي الاكبر انه يكون عندي فريقين جاهزين في اي لحظه، انه كل لاعب يدخل الملعب يؤدي الدور اللي عليه في اي توقيت. ما يهم التوقيت ايش قد تلعب فيه انت، المهم انك تؤدي دورك بنفس المستوى بنفس الدور. رغم كبير في فترة قصيرة، معادلة صعبة على الجميع. دعاء الوالدين والثقة والطموح هي أسرار نجاحه. عبرتنا اليوم هو سيد علي الفلاحي. أشكر اللي يقول إن أنا مدرب بحريني ناجح. ما في مدرب رقم واحد رقم اثنين، في جهد مبذول. أنت لما تبذل جهد مالك طول الموسم مع الفريق ممكن يكون في تذبذب في المستوى، بس في النهاية أنت لما تصعد إلى منصة التتويج هني يبين جهد مالك. المدربين البحرينيين الموجودين حاليا على الساحة مدربين قديرين وقادرين على إدارة أي فريق، فريق منافس أو فريق في الوسط. فبالتالي الجهد مالك المبذول داخل الملعب في التمارين في الحصص في جميع الشغل الفني هو اللي يخليك تبين قدام الكل، لأن فريقك فبالتالي بيتطور وتوصل إلى مراحل متقدمة. يعني احترامي لكل المدربين، ترى عندنا مدربين عالي المستوى، لكن سيد علي ثبت روحه في كل مكان يروح إنه رقم صعب. يعني مو قاعد أمدحه، هذا الواقع، يعني هذا الموجود، إن في كل نادي يروح. يعني أوكي جاي يقول لك نادي النجمة، نادي النجمة فريق منتخب، أصعب شيء إنك تدرب لاعبين فيه لاعبين منتخب، شلون تسيطر عليهم، شلون تتحكم فيهم، شلون التدوير اللاعبين مالهم، ترى أصعب شيء. يمكن لو في نادي ثاني لعبتك ما لعبتك أنا ما يهمني بطولة ما عندي شيء، لكن دين اللاعبين لهم مكانتهم، مخضرمين ولهم باع طويل يعني في المنتخب لو في النادي، شلون تتحكم بهالمجموعة. اللي يقول لك إن مدرب يقدر يجي يتحكم في هاللاعبين صعب، هذا يباليها واحد عنده عقلية احترافية. 5 بطولات يعني جت من جهد، من جهد مبذول، من تعب، من سهر، من يعني من ألم، من تخطيط، جميع هذه العناصر كلها هي اللي جت أساساً إحنا نحقق فيها البطولة، 5 بطولات. البطولات ما تجي من فراغ، أو الصعود إلى المنصة سواء أنت بطل أو سواء أنت وصيف البطل، ما يجي من فراغ، يجي من تعب. فإحنا يعني إن شاء الله إن شاء الله نوعدهم أن إحنا نستمر مزيد من التقدم، أن إحنا نحاول نطور روحنا أكثر وأكثر، نحاول أن إحنا نضيف أشياء بسيطة على لاعبيننا من أجل الوصول إلى المنصات. شيء طبيعي يعني يكون أنا بحكم أن أنا مدرب وطني ويكون زميلي مدرب وطني وحقق هذه النجاحات، هذا أكبر دليل على أن المدربين الوطنيين لهم شأن كبير، والمدرب الأجنبي مو يعني أكثر ميزة من المدرب الوطني. بالعكس المدرب الوطني مو بس في البحرين أثبت، حتى في المحافل الخارجية بالرغم ان الفرق الثانيه تروح بكل عدد المتاح الى من المحترفين ياخذهم وياه، وبعد كانوا الفرق سواء باربار لما مثل مملكه البحرين او النجمه في المشاركه الاخيره كان خير تمثيل، وكان بالامكان افضل لولا كان في متاح محترفين اكثر انه ممكن نحن نوصل حتى لاخذ البطوله. يجب على المدرب البحريني أن يوثق في نفسه، لأن الثقة في النفس هي اللي تخليك تتقدم تروح إلى الأمام. ثقتي في نفسي وثقتي في إمكانياتي وثقتي في لاعبيني والتخطيط والدراسة والتعب والصبر يأس المفروض يشيله أي مدرب بحريني، يشيل شيء اسمه يأس من قاموس من قاموسه. يعتمد على التحدي، يعتمد على الطموح، يحط له الهدف ويسعى عليه،
شلون يوصل للهدف. هني يعتمد ويختلف من مدرب لمدرب. في عناصر انت تضيفها، في عناصر انت تشتغل عليها، في عناصر انت تطور روحك فيها على اساس توصل الى هذا الهدف. ما حد يوصل الى الهدف ماله بتخبط، ما حد يوصل للهدف ماله مجرد اني انا عثره واوقف. لا، لازم تستمر 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 وتصبر. اولا اشكرهم، اشكر اسرتي الصغيره، له من عيالي محمود ومحمد واحمد وحسن وام محمود، وعائلتي الكبيره اللي هي الوالد والوالده واخواني، ما قصروا وياي، دعموني واستحملوني، لان التعب اللي انا قاعد ابذله كان يعني كان يبعدني عنهم، يبعدني في فترات عنهم، بكون شوي مقصر من الناحية اليسارية، وهذا طبيعة اللاعب وطبيعة المدرب أو كل من يسلك سلك التدريب، فهو دائما يكون مقصر من الناحية اليسارية أو من الناحية الاجتماعية. فأشكرهم أنا يعني جزيل الشكر، وإن شاء الله أوعدهم أني أنا أكون عند حسن ظنهم، وفي هدف أو عدة أهداف إن شاء الله أني أنا أسعى عليها، ولن حققتها بقولها لك وعد، لن حققتها أنا أقولها لك أول واحد. أحب أشكركم وشي على هالمقابلة القصيرة هذه، أحب أشكر كل من دعمني، أحب أشكر أخواني اللاعبين، جهاز الفني، جهاز الإداري، كل من ساعد وساهم بتحقيق هذه البطولات، وإن شاء الله أوعدهم أن أنا أبذل مجهود أكبر وأكبر لتحقيق المزيد من الانتصارات وتكوين فريق حديث، فريق يمتاز بكرة اليد الحديثة. والله أقول إن شاء الله من مزيد من الإنجازات إن شاء الله، ومن هذا إلى الوقت اللي نشوف إن شاء الله يقود منتخب البحرين وهو يستحق هذا الشيء، وممكن حتى الاحتراف الخارجي، وإن شاء الله من مزيد من الإنجازات والتألق إن شاء الله.